كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنا قال درسوية يلجن سيرة صلى الله عليه وسلم يوسف أزواجه وأولاده سنهسمنا نويا سنبيرشا صلى الله عليه وسلم. سندرس في هذه الوحدة وقدر سعوى عام وردو ديتر دو زواج النبي من خديجة يرسم عليه الصلاة والسلام. خديجة تياب ورخ لأسنا زوجات النبي قبوت هسمنا نويا أولاده سنبيرشا. زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة يرسم صلى الله عليه وسلم خديجة يالير أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دحر يوجد خلوه سمنا وشايو خديجة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 من عمره يوجد صلى الله عليه وسلم طيب خشو كاتشينه خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها. يوجد وخر تاجرا يوهكي يتسلي الوشو ودوش شامك خديجة داخني يتنا. وكانت قريش قوما تجارا قريش إذا يوحكي يسالي الوش ضلق أم دريس. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها يلشنا خلاتنا خديجة يكاتش خينا تنغ كاتش دول همناش همناش تنخلاتنا من صدق حديثي يبقلير وعظم أمانتي تندق أمانة خلر وتنقم البق خضر تنأمان الدق خضر وكرم أخلاقه تنغلق شخص خضر. بعثت إليه يولتش تعوخي تيرتو فعرضت عليه تنقبرضجي تيرتو أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا. يلتنق صلى الله عليه وسلم شي داخني مال لها أجي يعني خديجة شي داخني يسنى شام مهك يوهك يسالير وش غو إل بدك جيت تشسع وخي ترسو وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. خديجة وتن لور دولوش إخ ديك ديك شاقية تعنا يوهك يسالير وش غو تعن لوش خيل تشوغة مع غلام لها يقال له ميسرة شيا أندسا كأنت بوقز أو قدش وطعا تنحدلتا تنسا ميسر بوشلت إيل تنس وهي ترتو يلتا صلى الله عليه وسلم شامك. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتا ميزا وابو دين تيتير ريز خلير إيزا يتبر لجيني. ولما رجع إلى مكة مك يهوير زنجكينا ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم ترى قبل هذا. خديجة نجر شي داخنح أمانة بركة كل حلشين جنه لدوجته. وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه صلى الله عليه وسلم. زنجا ديتر خديجة ديتر سن كانت سن غلام سن ميسرة شينا يرتشنجا جين دوجته هم ديترتو من خلال وشمائل كريمة خزخن دول غلقش غزل كاجستوش ليرمي دول غلقش. وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها إيلي باتش نشأ خديجة يال وندح ستر برش فتابع عليهم ذلك تان مسار خ يخقية ريس ريس تخل ريس. فتحدثت بما في نفسها شيء دقر دي تيرتو إلى صديقتها شيء دو التهجنج خديجة دقر دي تير شيء دو التهجنج نفيسة بنت منبه ورشو. فذهبت إليه صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يتزوج خديجة شيء دقر دي تيج نفيسة يخر يلت ووت صلى الله عليه وسلم سنغتوا قودير خديجة يالي يال بردلقات ترتو
Hadice tuva bilgal diakna şaytun yakhluş khidar. Faradiyya bizalik. Rez khidir ilçet suman. Ve kânet yevme izin efdala nisai kavmiha neseben ve serveten ve aklen. Etkhen. Üggar. Şi kom yuqah. Tüvelli zudur yakhir Hadice. Taypan ağvar'a. Dekhni ağvar'a. Haykal ağvar'a. وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ إيشن دوح ريالينا زديو ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت إيشن صلى الله عليه وسلم تنت زديالينات خديجة دنيت العيالات فخديجة رضي الله عنها أول امرأة يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة دوحر زديو إيشن يالينا لم يتزوج عليها في حياتها سنت أسوى زد سيالين إدين يرش ولدت له كل ولده إلا إبراهيم شاد الله بير خديجة ديندو يرشن عليه الصلاة والسلام إبراهيم يسوس فولدت القاسم وعبد الله قاسم عبد الله عبد الله أبنته وأربع بنات إش يعى وهن إش زينب أم كلثوم فاطمة رقية أما إبراهيم عليه السلام فقد ولدته مارية القبطية أما إبراهيم إذا مارية التي أهداها له مقوقس مصر مصر فتح هو يوتن عليه الصلاة والسلام صوغة يلخي اليوم زوجاه وزوجاته صلى الله عليه وسلم بعد خديجة خديجة تعيال جودع يوتن خلبولة وسمناناي ورشت سيارة فريادك سودة بنت زمعة يو عائشة بنت أبي بكر الصديق حفصة بنت عمر عمر رضي الله عنه زينب بنت خزيمة أم سلمة هند أبي أمية المخزومية أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان جويرية بنت الحارث وكان اسمها برة برير سو جويرية جر برير فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية يلتنو الجويرية تتنت برا بوك تويس ديك بلغة تشيستيوي سنقع سا تزكي يولندي لات عشاش حيستور هم بلندي تن الجويرية تن ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها لك ميمونة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها صفية جكت يا خليم زينب بن جحش رضي الله عنها هرشا يوشن صلى الله عليه وسلم خير بو زدربو كيرا بريادك تان اشتا نسلوش بوش سودة عائشة حفصة زينب يتعقى أم سلمة أم حبيبة جويرية ميمونة صفية زينب أول وأولاده صلى الله عليه وسلم يوشن بيرش القاسم دوحاني قاسم دوناتشو وبه كان يكنى أو يكنى سنس إيرتن عليه سكون يقر أبو القاسم ولد قبل النبوة الله دال إيرت بامر ويتي حال دنيا شوانويس وتوفي وهو ابن سنتين إذا كلهن سنشيش دولش هنا شوالغ عبد الله سمي الطيب والطاهر لأنه ولد بعد لأنه ولد بعد النبوة سنس إيرت خزة تسنق إل ودي أشي بايمر أو تحد الله ده بايمر من إل شوية تنشو تعدون إل شوانويس إبراهيم ولد بالمدينة سنة ثمان من الهجرة إذا مدينة تعبنو ولا بره شو هجرة كاتش هنا وآخر أبناء النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت يقر تحر نقو زينب رضي الله عنها كبرى بنات النبي عليه الصلاة والسلام يعرش نقع يقر يقنق زينب خلاه رقية رضي الله عنها أم كلثوم فاطمة رضي الله عنها بشا يرجن بيرشتو قاسم عبد الله إبراهيم زينب رقية أم كلثوم فاطمة وقد ماتوا جميعا في حياتي بشا بلر في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيمر زامنا حات داخل حشا بلرش بلرش فيمر دينا أرش عدا فاطمة فاطمة السادسة التي ماتت بعده رضي الله عنهم عنهن
يوج صلى الله عليه وسلم دعوية جو دع دعيدر فاطمة دقان سيوج سيوق نشاط زداني ويا كيف تزوج النبي عليه الصلاة بخديجة ومن أنجب منها مو خيال يرشن خديجة ومن أنجب منها خديجة و سنة حمل ويلير طيس خديجة هدنين من ويلير من أحب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إليه مع الدليل يرشن أجر دقبي زدري زدري أجر دقبي زمنوي ودليل سديس كيف تدلل على منزلة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مو دليل دا غرضا مو تنس بروح عائشة سنة ميتك يلتن جرجع عليه الصلاة والسلام يلوك ميتك على الوطسو يلتن جرجع ودرج دورشو عائشة بما تجيب على من يطعن في عائشة رضي الله عنها عائشة عيد ترشيش بوتشان هو يجواب دور دعا طيس شيء يجسان مثلا سان جواب دور دعا الله ده عائشة ثانية خلنا سورة النور شو دي سن الآيات الحمد لله رب العالمين.